اتفضل يا باشمهندس. النهارده هناخد ان شاء الله المقومات. انجلش ريزيستور ايه هي فائده المقاومه؟ بتعمل ايه المقاومه؟ او ايه هي المقاومه؟ المقاومه هو عنصر الكتروني يحد من مرور التيار. عنصر الكتروني يحد من مرور الايه؟ التيار. هو عنصر ثابته ما بتتغيرش، اسمها فيكسد ريزيستنس.
تكسب ريزيستنس. طب السمبل الثاني خلي بالك الشكل ده هو نفس الشكل ده. الشكل ده هو نفس الشكل ده. طب المتغيرة طب الشكل ده أو كده دي بنسميها إيه؟ variable resistance، مقاومة إيه؟ متغيرة، مقاومة متغيرة variable resistance. مننا نستنتج ان المقاومات نوعين، مقاومات ثابتة مقاومات ايه؟ متغيرة من حيث القيمة. حد في كورس خلاص؟ يبقى المقاومات نوعين، مقاومة ثابتة ومقاومة ايه؟ متغيرة من حيث الايه؟ القيمة. انما في انواع تانية بقى للمقاومات من حيث مادة التصنيع بتاعتها. طيب ده بالنسبة للايه؟ للسمبل. الرمز ده مهم جدا. السمبل مهم جدا. طب اليوزس استخدام، استخدم المقاومة في الحد من مرور التيار. ده لسه كده من شوية. خلاص؟ ريزيست فلو اوف ذا كارنت. وكلنا عارفين ايه هو التيار الكهربي، شرحناه المحاضرة اللي فاتت صح ولا لا؟ اللي ما يعرفش بقى ده يعني مش عارف اقول له ايه. طيب ايه هي انواع المقاومات؟ من حيث بقى الايه؟ التصنيع بتاعها. اللي هنقول عليها بقى تايبس اوف ريزيست. احنا قلنا في نوعين رئيسيين، المقاومه الثابته والمقاومه الايه؟ المتغيره. طيب التايبس اللي هي انواع المقاومات. اول نوع اللي احنا بنقول عليه ايه؟ كربون ريزيستنس، مقاومة لإيه؟ كربونية. المقاومة الكربونية دي دايما تنطق اسم المقاومة باسم المادة الإيه؟ العزلة. دايما تنطق اسم المقاومة باسم المادة الإيه؟ العزلة. أنا بقول لك مادة، بقول لك مقاومة كربونية يبقى المادة العزلة إيه؟ كربون. خلاص؟ ميتال فيلم أوكسايد يبقى المادة العزلة إيه؟ أوكسيد. دي بقى دي فيكسد كربون نسو ديت ايه فيكسل. مقاومة ايه؟ ثابتة. قيمتها ثابتة. طب ايه مشكلتها؟ مشكلة المقاومة دي ان هي لما بتتخزن فترة طويلة قيمتها بتايه؟ بتقل. فعشان كده عملوا او اخترعوا الميتال فيلم اوكسايد كربون. ميتال فيلم اوكسايد ريزيستنس دي برضه مقاومه ايه؟ فيكس. خلاص؟ ده عباره عن خليط من الاكسيد بيحط كده في عجينه ويبدا يعمل عليه الايه؟ المقاومه. خلاص؟ لقوا ان هم قدروا ان هم يحسنوا قيمه الايه؟ المقاومه ان هي بقت ستيبل مور ستيبل. خلاص؟ وده بتبقى ثابته لفترات ايه؟ طويله. في نوع ثالث اسمه الواير ووندد ريزيستنس. الواير ووندد ريزيستنس. قال لها طب شو السيدنا دلوقتي ان اسم المقاومه تنطق باسم الماده العازله؟ طب ازاي بقى دي واير ووندد ريزيستنس؟ يعني ماده المقاومه مصنوعه من ايه؟ من السلك. يبقى ازاي المقاومه دي بقى؟ ازاي تبقى دي برضه مقاومه بتبقى مصنوعه من السلك والسلك ماده موصله. بس الفكره في ايه؟ الفكره في الطول. يعني انت لما تمشي كيلو هتبذل مجهود زي ما تمشي 10 كيلو؟ تمشي 10 كيلو لا اكتر. فهنا بيطول السلك فبالتالي التيار ياخد وقت كبير على ما يقطع الايه؟ على ما يقطع الايه؟ المسافه اللي او الطول بتاع السلك ده، وبالتالي بقدر اقلل من ايه؟ من مرور التيار. حد منه عشان تعرف الفرق بينها وبين اللي هي ايه مصنوعه من ماده ايه العزله. يعني انا مش شرط عشان اقاوم التيار ان انا احط له ماده عزله بس، لا
انا ممكن احط له موصل بس يكون طوله ايه؟ يكون طويل شويه. طوله ده بيخليه ايه؟ بيخلي التيار يمشي في مسافه اطول وبالتالي قيمته بتقل او بقدر ان انا ايه اعقبه من عمليه ايه التنفيذ. ويا روندل دي اللي احنا ايه؟ دي برضه ممكن نقول عليها ايه؟ فاريبل. قيمتها متغيره. ونقدر نخليها في الاعداد بتاع الكبيره ديت اللي بتعرف عليها نوب من فوق وتعرف في نوع بقى متغير اللي هنحكيه بجد الاول اسمه البروتين شيو سيبونوت البروتين شيو ميترا. دي مقاومه ايه؟ متغيره. مقاومه ايه؟ متغيره. يبقى في نوب. نوب يعني ايه؟ نوب يعني ايه؟ يلف. يلف. بتاع بيلف كده مشوار بيلف كده بغير منه خلاص؟ ابدا من الزيرو بعد كده ابدا ايه؟ كل ما اكبر المقاومه ايه؟ تكبر. كل ما انا ماشي ناحيه اليمين كده المقاومه قيمتها ايه؟ تكبر لغايه لما اوصل للاخر. يعني انا لو عندي مقاومه قيمتها 10 كيلو اوم. عندي مقاومه قيمتها كام؟ 10 كيلو اوم. لو انا واقف عند الزيرو يبقى قيمه المقاومه دي كام؟ صفر. في النص هنا يبقى قيمتها كام؟ 5 كيلو. في الاخر هنا يبقى قيمتها كام؟ 10 كيلو. 10 كيلو ايه؟ وهكذا. في نوع 5 دبليو ستات. خلاص؟ عايزك تركز على الايه؟ الاربعه دول. بعد كده خدنا اليوزس استخدامات، خدنا اللهم صل على الرسول السيمبل، خدنا دلوقتي الايه؟ التايبس الانواع. عايزين بقى نشوف المقاومات ديت ايه الوحده بتاعتها؟ اليونتس. الوحدات بتاعت المقاومة اسمها ايه؟ اوم. العالم اللي اكتشف او اللي اخترع وحدة المقاومة اسمه ايه؟ اوم. او اتش ام. بالنسبة للرمز ده. دي الايه؟ اليونت. طول ما انت شغال في الكهرباء ما تنساش اليونتس ابدا. اليونتس ايه؟ مهم. طب دي اللي الوحدة الايه؟ الوحدة الأساسية. طب في وحدة أكبر منها؟ كيلو أوم. كيلو أوم. كيلو أوم. رمزها ايه؟ كي والرمز ده. بتساوي كام أوم؟ بتساوي 10 أس 3 ايه؟ أوم. طب في وحدة أكبر من كده؟ ميجا أوم. ميجا اوم. تساوي كام؟ 10 اس 6 ايه؟ اوم. طب في واحدة أكبر من كده؟ تيرا. لا سوري جيجا. جيجا. يا اوم. تساوي كام؟ 10 اس 9 ايه؟ اوم. طب في اكبر من كده؟ تيرا اوم. 10 اس 12 اوم. بس خلي بالك احنا اقصى مقاومه هنشتغل بيها اللي هي الميجا. اقصى حاجه هتقابلناها يعني في ايه؟ في الالكترونكس الميجا. نادر قوي ما هتقابلنا، انما ده ما هيقابلنا كيلوهات. هيقابلنا بقى يعني الميجا ممكن مثلا 100,000 كيلو هيساوي كام الميجا؟ 1000 كيلو يساوي كام ميجا؟ 100 ميجا؟ 10 ميجا. طيب عايزين نعرف بقى التحويلات. لو عايز احول من الاوم للكيلو اضرب في كام؟ 1000. انا دلوقتي بحول من الكيلو للاوم بضرب في كام؟ 1000. في 10 اس 3. عايز احول من الاوم للكيلو
اضرب في 10 اس ناقص 3 يعني كاني قسمت على ايه؟ على قلب. عايز احول جزء الميجا للاوم ضربت بكام؟ في 10 اس. عايز احول من الاوم للميجا في 10 اس ناقص 6 وهكذا بقى. تمام؟ فالميت كيلو يساوي 1.1 ايه؟ مين؟ نسيبها بقى. ده بالنسبه للايه؟ لليونتس. اقل واحده عندنا المين الاوم، مش هتلاقي يعني ايه؟ الاوم. طيب المقاومات برضه في حاجه بتحكمها ثانيه اللي هو الباور ريتنج. الباور ايه؟ ريتنج. يعني انا لو عندي مقاومه عندي ثلاث مقاومات كل قيمه منهم 1 كيلو، عندي 1 كيلو اوم و1 كيلو اوم و1 كيلو ايه؟ اوم. الاولانيه نص واط والثانيه 1 واط والثالثه 1.5 واط. ايه الفرق بين الثلاثه؟ اهو الثلاثه 1 كيلو، مفيش فرق صح؟ لا في فرق. الفرق في ايه بقى؟ الفرق في قدره تحمل المقاومه لدرجه الحراره. احنا اتفقنا لما جينا اتكلمنا على الكوي اللحاية قلنا ايه؟ قلنا الوات بيفرق. يعني لو عندي كوي 50 وات غير كوي 100 ايه؟ 100 وات. هي نفس الكلام برضه في المقاومه الباور ريتنج بيفرق. يعني انت لما تروح تشتري تقول انا عايز مقاوم 1 كيلو نص وات، لما تيجي تشتري انت ممكن تروح تقول انا عايز مقاوم 1 كيلو، ما تقولوش انا عايزها كم وات، هو يسالك انت عايزها كم وات؟ نص ولا واحد ولا 1.5 2 ولا ايه؟ طبعا كل ما الباور ريتنج بيزيد كل ما قدره المقاومه على انها تتحمل درجات الحراره ايه؟ بتزيد. انت معايا؟ يبقى المقاومه بقيس دي بقياس المقاومه اللي اسمها اوم وحده اسمها اوم من بتاعتنا والباور ريتنج وديت ايه؟ تحويله لايه؟ وحدات. كده احنا خدنا ايه؟ اليوزس، خدنا التايبس، خدنا السيمبل، خدنا ايه؟ الوحدات. تمام؟ طيب فاضل بقى ايه الفانكشن، الوظيفه بتاعت الايه؟ بتاعت المقاومه. المقاومه لو جت في اول الدايره بتعمل ايه؟ حاجات بديهيه بقى، المقاومه لو جت في اول الدايره بتعمل ايه؟ بتقوم بدورها الاساسي. هو ايه؟ ريزيست فلو ذا كارنت، تعمل اعاقه لمرور الايه؟ التيارات. ماشي؟ المقاومه لو جت في اول الدايره بتعمل ايه؟ المقاومه لو جت قبل عنصر ثاني، يعني لو المقاومه جت وراها عنصر تعمل على طول بروتكت، تعمل حمايه. تعمل ايه؟ حمايه. اللي انا بتكلم فيه ده بي 4، الكاركتيرا بتاع بي 4. سوري ام 2. اللي انا بتكلم فيه ده ام ايه؟ ايه؟ يبقى اللي انا هجيب لك دايره في الامتحان هقول لك ايه؟ اتكلم اختار اربع عناصر الكترونيه، اتكلم عن الفانكشن واتكلم عن الايه؟ عن الاوبريشن. يبقى المقاومه لو جت في اول الدايره بتعمل ايه؟ ريزيست فلو اوف ذا كارنت. دي لو جت في الايه؟ في اول الدايره. ستار طب لو جت في اخر الدايره بتعمل ايه؟ بروتكت للعنصر اللي بعدها. يعني لو جت قبل ليد بتعمل ايه؟ حمايه لليد. لو جت قبل لمبه بتعمل حمايه لايه؟ للمبه. فتعمل ايه؟ بروتكت فور the following element. خلي بالك بقى following element ده ممكن يبقى ايه؟ لمبه. يعني ما عادش تقف في الامتحان كده، ما عادش تكتب بروتكت فور ذا following element، اعرف ان انت ما بتفهمش. اعرف ان انت ايه؟ تقل وخلاص، انت هتكتب لي هنا اسم العنصر. وبيعمل بروتكت للعنصر الفلاني. الكلام واضح؟ ده لو جت فين؟ في اخر الايه؟ الدايره. لو قلنا مثلا هنا ايه؟
الرحيم هاي بروتكت فور ذا فولوينج اليمنت يعني بتحمي العنصر اللي بعدك. احنا كده اتكلمنا على التايبس، اتكلمنا على اليونتس، اتكلمنا على ايه تاني؟ فانكشن. ايه تاني؟ الوحدات. فاضل استخدامات المقاومه. بنستخدم المقاومه في ايه بقى؟ فاضل توصيل. هنتكلم على توصيل توالي وايه وتوازي. توصيل المقاومات يبقى عن طريق حاجتين اتنين، يا اما توصيل توالي يا اما توصيل توازي. كلنا خدناها قبل كده صح؟ توصيل التوالي يكون عليه ايه؟ يعني ايه توصيل توالي؟ يعني نهاية المقاومة الأولى هي بداية المقاومة الثانية. نهاية الأولى هي ايه؟ بداية الثانية. يعني هقفل كده اهو، دي المقاومة بسمها ار واحد. دايما اسمي المقاومة باسم ايه؟ ار. اخليها ار ايه؟ ار كابتن. ماشي؟ ار واحد. فنهاية الثانية هي بداية الايه؟ نهاية الأولى هي بداية الايه؟ طب عايز احسب الار توتال. الار توتال يبقى مجموع الايه؟ واحد زائد ار. طب النوع الثاني بارل اللي هو الايه؟ التوازي. التوازي بيبداوا مع بعض وينهوا ايه؟ مع بعض. البداية بتبقى واحدة والنهاية ايه؟ واحد. ده ار واحد وار ايه؟ اثنين. عايز احسب الار توتال، يبقى واحد على ار توتال هيساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اثنين. وفي قانون لو كانوا اثنين بس توازي. مش هكتبه بقى، انا عايزك بس القانون ده، ده القانون الاساسي. طب قوم على ايه؟ ده القانون الاساسي. واحد على الارض يساوي على الارض واحد على الارض اثنين، ثم انت ماشي بالارض ثلاثه او اربعه او خمسه او كده. هتعرف تحسبها؟ واحد على الارض توتال بتساوي جذر، يبقى الارض توتال بتساوي كام؟ يعني اقول واحد على الارض توتال، واحد على الارض توتال بتساوي خمسه. الارض توتال بكام؟ خمسة على كام؟ على واحد. هضرب ده في ده من غير المقص، وده في ايه؟ في ده. يبقى خمسة. يبقى اذا خمسة ار تي هيساوي كام؟ واحد. عايز اجيب الار تي يبقى اقسم على الرقم. انا على الشعر يلا بقى. عايز اجيب الار تي يبقى اقسم الرقم اللي جنب مين؟ الار تي. يبقى اذا الار تي هيساوي خمس ايه؟ او. لو جيت في الامتحان ما كتبتش الوحدة غلط، حتى لو خدت صح. يعني انت لو قلت حاجه هتلاقي الار تي بتساوي خمس. خمس ايه؟ خمس جبنه، خمس درش، خمس ايه؟ خمس رومي. خلاص؟ يبقى احنا قلنا من ضمن استخدامات المقاومه انها بتعمل اعاقه لمرور الايه؟ التيار. وثاني حاجه بتعمل بروتكشن. في برضه حاجتين اتنين بتعملهم المقاومه اللي هو الايه؟ الكرنت كنترول، تحكم في الايه؟ في التيار. كرن كنترول وفولتج كنترول، تحكم برضه في الايه؟ في الفولت. طب ازاي بقى تعمل الكلام ده؟ هنقول دلوقتي من خلال قانون اسمه قانون ايه؟ قانون اوم. عارفين ايه قانون اوم؟ قانون اوم ده عالم هو اللي اخترع القانون ده او ايه؟ او كشف.
القانون ده بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي موصل، الموصل ده ماشي فيه طياره هيتودد بين اطراف الموصل ده ايه؟ فرق ايه؟ فرق جهد. ليه سموه الفرق الجهد؟ ليه سموا الجهد بفرق الجهد؟ فرق يعني ايه؟ يعني في اقول لك ايه؟ في فرق بيني وبينك، فرق بين واحد وواحد، في اختلاف. الفرق ده بينتج ليه؟ بينتج نتيجة إن في جهد عند نقطة بيبقى أعلى من جهد الإيه؟ التاني. وبسبب الموضوع ده بيمر إيه؟ التيار، لأن لازم يبقى فيه جهد أكتر من إيه؟ جهد نقطة أكتر من نقطة. هو لو الجهدين متعادلين هيمروا تيار؟ هيمروا تيار. لازم واحد يبقى راكب واحد تحت، فيحصل إيه؟ يمر تيار. تمام؟ لا ده قانون ايه؟ قانون اومز لو خلاص اومز لو لا انا عندي سمعت قانون بيقول ايه؟ بيقول ان الفي بيساوي الاي في الار. ايه هو الفي؟ ايه هو الاي؟ ايه هو الار؟ الفي اللي هو الايه؟ الجهد اللي احنا عليه الفولتج.
احنا كده خلصنا المقاومات، قلنا كل حاجة عنها، فضلنا بس ازاي تقرا قيمة المقاومة، ده هناخده المحاضرة الجاية ان شاء الله.